أهلا بكم أيها الإخوة إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد اليمني. أيها الإخوة، خصصنا حلقة اليوم عن سير المعارك في محافظة مأرب، حيث استطاع الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف العربي إحراز نصر آخر إضافة إلى الانتصارات السابقة المتتالية، وذلك بتحرير أكثر من 90% من محافظة مأرب من قبضة المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح. انتشرت قوات الجيش اليمني في مديريات المحافظة وعززت السلطات من إجراءاتها الأمنية، وقامت العديد من نقاط التفتيش على مداخل مدينة مأرب تحديدا لمنع تسلل الانقلابيين الحوثيين ومنع أيضا عناصر إرهابية تابعة لداعش والقاعدة، ومما مكن السكان من العودة إلى منازلهم واستعادة المحافظة كافة مظاهر الحياة، فيما تستعد قوات التحالف والجيش الوطني اليمني لملاحقة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع في آخر جيوب لها على أطراف المحافظة. نعرض عليكم مشاهدينا الكرام لقطات حصرية لقناة الإخبارية وبرنامج المشهد من المحافظة بعد تحريرها. وأن نحن وبحمد الله ننعم بالخير في محافظة مأرب والأمن والاستقرار، وان شاء الله من الافضل الى الافضل. نشكر اخواننا الذي شاركوا معنا من الاماراتيين والسعوديين لحيث قد تحرر مأرب من الحوثيين، ونحمد الله ونشكره على النصر الكبير الذي بذله قبائل مأرب والجيش واللجان الشعبيه وبالعون من دول التحالف. سنناقش أيها الإخوة في حلقة اليوم إعلان الحكومة اليمنية الشرعية موافقتها على حضور محادثات مع المتمردين الحوثيين وممثلي المخلوع صالح برعاية الأمم المتحدة. جولة جديدة من المفاوضات بين السلطة الشرعية اليمنية وميليشيات الانقلاب يفترض أن تنعقد برعاية الأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري. ذلك ما جاء في الدعوة التي سلمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أثناء استقبال الرئيس هادي له في الرياض. الدعوة أكدت أن المشاورات ستتناول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وفقا لثلاثة مرتكزات هي المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني. العملية السياسية تختلف بالمجمل عن الانقلاب المسلح الذي جرى داخل صنعاء، فبالتالي الخوض في عملية سياسية قبل إنهاء الانقلاب داخل صنعاء وتنفيذ القرار 2216 هو ضرب من ضروب الفشل المسبق، فبالتالي يجب عدم الخوض في حوار لمجرد الحوار بحد ذاته وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 قبل أي مسألة أخرى. محللون استبقوا الحكم على المفاوضات المزمعة بالفشل، والسبب في رأيهم
يكمن في اشتراطات حلف الانقلاب غير الواقعية، وأبرزها منح حصانة لزعماء التمرد وإعفائهم من كافة العقوبات. من جانبها قررت الحكومة اليمنية تدارس الدعوة ل 48 ساعة قبل الرد، لكنها استبقت الجهود الدبلوماسية بالإعلان عن مصفوفة شروط لن تساوم فيها. يشار إلى أن اليمن كان قد خرج من أزمة خانقة العام 2011 بفضل المبادرة الخليجية التي مثلت مرجعا سياسيا لكل صيغ الحل اللاحقة، ما يدفع بالجانب الرسمي اليمني للتشبث بها كجوهر لأي حل يحفظ لليمن سلامه واستقراره مستقبلا. مبادرة لتنظم عملية الانتقال وتجعلها بالشكل السلس الذي رأيناه في 2011، وستظل هي مرتكز لأي حوار وطني يمني قادم ولا يمكن تجاوزها. مع تصاعد الزخم العسكري المتجه صوب العاصمة صنعاء لإنهاء التمرد، يحاول المجتمع الدولي قدر الإمكان إحياء رميم العملية السياسية في اليمن. فهل تتجه قبلة الحكومة من استعادة صنعاء إلى جنيف آخر؟ لبرنامج المشهد اليمني، صلاح بالأغبر، عدن. ولمناقشة المشهد اليمني الليل ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الصالحي، رئيس تحرير صحيفة مأرب بريس. أيضا معنا من عدن الأستاذ عبد الله ناجي علي، وكاتب ومحلل سياسي. أرحب بضيفي الكريم، وأبدأ من هنا مع ضيفي الأستاذ محمد الصالحي. أستاذ محمد، الآن كيف يبدو لك الوضع الآن في مأرب الآن؟ مساء الخير أستاذ مبارك وعلى جميع المشاهدين الكرام. مأرب تحتفل حاليا بالانتصار العظيم الذي حققته بجهود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والدعم الكبير من قبل دول التحالف العربي والجيش العربي التحالف العربي، الذي استطاع من خلال معارك حاسمة تطهير الأجزاء التي توغل فيها الحوثيون. الحياة الطبيعية عادت إلى مأرب. مأرب الآن تعود الحياة إليها بشكل تدريجي وبشكل كبير جدا. استطاع أبناء مأرب أن يتغلبوا على الجراح، استطاع بفضل القيادة الحكيمة من قبل محافظ سلطان العرادة في تجاوز الهجوم البربري الذي حاول أن يقضي على مقومات الحياة في مأرب من خلال حصار محافظة مأرب أو مدينة مأرب طوال 6 أشهر. كان الاتحاد العربي دور إيجابي كبير جدا، وكان هو الدور الأكبر في حسم المواجهات والمعركة. حاليا مأرب هناك تنتظرها كثير من المهام. أولا هو عودة الأمن والاستقرار بشكل كبير إلى المديريات أو المديرية المحررة حاليا. العقبة الأصعب والتي تواجه الآن الحكومة السلطة المحلية وتواجه قوات التحالف هو نزع الألغام الذي زرعها الميليشيات والتحالف الحوثي صالح. هؤلاء الذين أظهروا حقدهم الدفين على أبناء محافظة مأرب وعلى جميع أبناء اليمن. ليس عجب أن ترى هناك آلاف الألغام مزروعة. الألغام الآن حصدت حتى الآن أكثر من 30 شهيد من المدنيين، ليسوا من الجيش وليسوا من المقاومة الشعبية. هؤلاء المدنيين زرعت بيوتهم ومزارعهم بالألغام. تواجه الحكومة أو السلطة الشرعية في مأرب الآن مهمة صعبة ومهمة هي أولوية قصوى، هو زرع هذه الألغام وإعادة الأمن. ندرك جيدا الأمن أنه عاد بشكل كبير إلى أكثر المديريات. الجيش انتشر، الأمن العام انتشر في مدينة مأرب. هذا الانتشار ساعد على عودة الحياة، والمواطن الآن أصبحت مأرب هي المنطقة الخضراء. كما شاهدنا بعض الانطباعات في التقرير قبل. نعم، كما شاهدنا في التقرير. تحدثوا فعلا عن يعني روح جديدة في المدينة. نعم، هناك روح جديدة تولد. ومأرب أصبح هي كانت منذ بداية الانقلاب على الحكومة الشرعية في صنعاء كانت هي الملاذ الآمن لكثير من الساسة وكثير من الإعلاميين وكثير من قادة الجيش الذين انضموا لاحقا إلى الجيش الوطني. نعم، يعني أنتقل الآن ورحب مجددا بضيفي الأستاذ عبد الله ناجي علي معنا مباشرة من عدن. أهلا بك أستاذ عبد الله. ودعنا نتحدث عن 10%، يعني التقارير تشير إلى أن مأرب أصبحت محررة بنسبة 90%. دعنا نتحدث وأنت القريب من المشهد عن 10% هنا، يعني ماذا تمثل 10%؟ ما حجم الخطر 10%؟ أنا أعتقد أنه 10% لا تمثل يعني خطر بالمقياس العسكري. وفي تقديري الأمور العسكرية تمشي هناك بشكل يعني أفضل يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر.
الجانب العسكري أصبح يعني يعني كل يوم المنحنى يعني تصاعدي بالنسبة للقوى الشرعية والتحالف المدعومة قوى التحالف. نعم، لكن الوضع الأمني الآن أستاذ عبد الله كيف يبدو لك؟ بكل تأكيد الوضع الأمني بعد كل حرب أو في يعني بعطيك أنا مثال في المناطق المحررة في الجنوب الجانب الأمني يعني لابد أن تشوبه كثير من الاختلالات والشوائب، لأنه الحرب دائما يعني مخرجاتها هي خراب ودمار ويعني ظهور أيضا قوى يعني وتكتلات وميليشيات، فالوضع الأمني لابد أن يمر في مرحلة مختلة يعني شيء طبيعي هذا. لكن المطلوب الآن المطلوب من القوى السياسية وأيضا قوى التحالف أن تلتف حول هذه القضية لكي يعني توفر الأمن بحده الأدنى على الأقل، ولكي ويتحسن في المستقبل طبعا من كل القوى المقاومة والقوى الشرعية وأيضا قوى التحالف. لابد يكون هذا المثلث هو المساحة التي يتحرك فيها كل القوى السياسية بدعم قوى التحالف لإيجاد الأمن والاستقرار الذي أصبح مطلب ضروري وضروري جدا بالنسبة للمواطن. أستاذ عبد الله، يعني الآن هناك حديث الآن عن قبول الحكومة الشرعية بالمحادثات مع الحوثيين. المواطن اليمني كيف تلقى هذا الخبر؟ يعني إلى أي مدى هو يعني يقبل بالحوار مع الحوثيين؟ بالتأكيد الشارع السياسي يتقبل هذا الخبر بنوع من يعني حالة التعجب يعني والاستغراب، يعني على اعتبار أنه الأساس المشكلة هو انقلاب عسكري، يعني والانقلاب العسكري لابد أن يعالج عسكريا، هذا شيء بديهي. يعني تأتي العملية السياسية بعد يعني في بعد إزالة كل مسببات الانقلاب العسكري من قبل الميليشيات الحوثي وأيضا الإقطاعيات العسكرية، أنا أسميها الإقطاعيات العسكرية الصالح. يبدو أنه العامل الدولي داخل بحسابات مصالح في هذا الجانب، ولكن أنا أعتقد أنه المسار السليم هو مواصلة العمليات العسكرية طالما أن القوات الشرعية تحقق يعني انتصارات يوما بعد آخر، وطالما أيضا الطرف الآخر لم يظهر حسن نية صادقة وأثبت خلال المراحل الماضية أنه أيضا يعني الثقة بهذه القوى السياسية أصبح يعني درجة ضعيفة للغاية. يعني المواطن اليمني اليوم أصبح لا يثق فيما يقولها الحوثيون يعني علي عبد الله صالح، يعني المواطن اليمني لا يثق اليوم في الحوثيين مهما قالوا. يعني فعلا نعم. يعني اعتقد ضيفي هنا الاستاذ محمد يعني ايضا نفس النقطه الان، هذا تزامن في 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 اعلان الحكومه الشرعيه قبول الحوار، الانتصارات تتوالى الان، يعني كيف يمكننا فهمها سياسيا، فهمها على يعني في تناغمها مع واقع العمل العسكري؟ الحكومة الشرعية هي حريصة كل الحرص أولا على عودة أو انتهاء هذا المظاهر الانقلاب سلميا، وتأمل إلى المحافظة على المدن اليمنية بعكس الميليشيات صالح والحوثي التي لا تهمها، ليس لديها أي مسؤولية أخلاقية أمام المجتمع اليمني، بل هما عبارة عن ميليشيات وعصابات إجرام وقتلة لا يهمهم الوضع المعيشي والاقتصادي والأمني لأبناء اليمن. الحكومة الشرعية تدرك جيدا أن الحلول السلمية هي الأجدى وهي أنفع في حالة إذا رضخوا إلى القرار 2216. إذا كان هناك طرف ملتزم نعم يعني. هم ليست أول مرة تتجاوب الحكومة الشرعية مع مطالبات الأمم المتحدة، هي الحكومة الشرعية تحاول أن تصل إلى مرحلة أو تسوية سياسية إن أمكن، والتسوية السياسية لن تتم إلا بإعلان من طرف واحد باستسلام عسكري من قبل الميليشيات ورضوخها للقرار الدولي. أما إذا استمرت في المخادعة المجتمع الدولي في محاولة الكيل بمكيالين ولد الشيخ، للأسف لا زال يكيل
الكامل بين الحكومة الشرعية وبين الانقلابيين بنفس المكيال، لا زال يوازن بين الضحية والجلاد، هذا خطأ كبير جدا. علينا أن ندرك أن هذه عصابة انقلبت على الحكومة الشرعية، عصابة سيطرت على مؤسسة الدولة، على المؤسسات العسكرية، قتلت، سفكت، دمرت البلاد. لا بد أن تسلم تسليم كامل بالقرار الأممي 2216. إذا ما تمت التسليم به نأمل عند ذلك أن تعود العملية السياسية والحوار السياسي. هل إعلان الحكومة الشرعية اليوم هو عمل سياسي أكثر من فعلا مطلب الآن للحكومة ومطلب للتحالف؟ هناك تناغم كبير جدا بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي في بين العمل العسكري والعمل السياسي، وهذا ما يميز العملية. ندرك جدا أن هناك عمل عسكري على الميدان لم يتوقف، وهذا العمل العسكري يتوقف إلا باستسلام كامل من قبل الميليشيات. العمل السياسي هناك مسار له سيتم. شاهدنا حضور الوفد الحكومي اليمني الحكومة الشرعية إلى مفاوضات جنيف، ورأينا تلكؤ ومماطلة والانقلابيون الذين رفضوا تنفيذ القرار. ها هم مرة ثانية بكيمون يوجه نداء إلى الرئيس اليمني، مخاطب الرئيس اليمني بصفته الرئيس الشرعي، وهذا هي اعتراف بالشرعية. لا زال الانقلابيون واهمون أن ليس أن هناك ليس هناك شرعية الرئيس هادي. العالم قاطبة يجمع على شريعة الرئيس عبد الرب منصور هادي، هذه الشرعية التي انتزعها من عبر صناديق الانتخاب وعبر عملية انتخابية، وتم حضور جميع المنظمات الدولية والمحلية حضرت هذه العملية الانتخابية، لن ينتزعها علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي من خلال انقلاب عسكري. هم يدركوا هذا جيدا. الشيء الأهم الأخي مبارك أن الانقلابيين بدأوا يدركوا أن المساحة الجغرافية تحت أقدامهم تنحسر، تضيق، وهذا انحسار المساحة الجغرافية أجعلهم في مأزق كبير. هناك الآن عملية عسكري في الجوف، هناك عملية عسكري في تعز، هناك التطويق يتم الآن لصنعاء وصعدة. إذا ما طوقت صنعاء ليس أمامه الاستسلام. يعني إحنا أمام يعني كان في البداية هناك لعبة على الزمن، على عنصر الزمن. نعم. والمد في المعارك. الآن أصبح يبدو لي الذي يتحكم في لعبة الزمن هو التحالف الآن. نعم. وبالتالي في تعامله مع تعز وتعامله مع مأرب كان بنفس طويل أيضا، أليس كذلك؟ نعم. التحالف العربي عندما تكون أنت لديك واثق في نفسك، واثق في القدرات الميدانية على الأرض الميدان، تستطيع أن يكون لديك نفس طويل ولديك تدير المعركة كما تريد. شاهدنا كيف أدار التحالف العربي بذكاء كبير جدا معركة عدن. شاهدنا معركة المأرب، كان أنا كنت في أتحدث عن معركة المأرب وقلت ستحسم في أيام، فعلا تم حسمها في أيام، ولكن بطريقة التي كلفت التحالف والمقاومة الشعبية أقل التكاليف. لم تتهور التحالف العربي بتقديم أبناء الجيش اليمني. خلينا بناخذ موضوع الزمن الآن حقيقة، ونسأل عن صنعاء، نسأل ضيفي معي من عدن الأستاذ عبد الله، يعني زمنيا كم تبعد صنعاء الآن عن التحالف يعني وأنت تعيش المشهد الآن؟ زمنيا طبعا صنعاء من والمسافه مع قوى التحالف مسافه قليله، يعني خاصه وانه الانتصارات يعني قد تمت بشكل قوي ايضا ودقيق، والان ايضا يتم تحضير العمليات في 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 الجوف. انا بس الشيء اعلق على الشيء انه يخطئ او يخطئ من يعتقد ان الحركه الحوثيه وميليشيات صالح ممكن ان يعني تنفذ القرار وتسلم السلاح، لانه اساس المشكله في البدايه عندما يعني تم اقرار مخرجات الحوار انه يتم بناء جيش وطني يعني يتوزع بنسب متساويه على الاطار الجغرافي للاقاليم. هذا يعني انه الجيش الذي يمثل 80% مناطقيا تابع لصالح، وايضا الحركه الحوثيه في الاطار الجغرافي الإقليم أزال، هم شعروا أنه إذا تم تطبيق هذه النسب حسب مخرجات الحوار معاته هذا الجيش يعني جزء منه بيأخذ فيه، والباقي إلى بيتم يعني الاستغناء عنه، يعني الاستغناء عنه لأنه جيش مناطقي وجيش طائفي أيضا للأسف الشديد أثبت في الحرب. فتطبيق القرار خاصة في هذا البند بالذات يعني هو تسليم الأسلحة، اعتبر انه هذا يعني مضيعه للوقت، يعني الطرف الاخر يفكر بكيف يستغل هذا الوقت. هذا يدفعنا الى سؤال استاذ عبد الله، هذا استاذ عبد الله يدفعنا الى سؤال، يعني هل الذي يجري الان استاذ عبد الله هو استهلاك للوقت ام انه خطوه اولى
إذا ما ربطنا بينها وبين حديث علي عبد الله صالح قبل أيام، يعني هل يمكن أن نفهم أن خطوة نحو الخلف عند الحوثيين فعلا أم أنه يعني استهلاك للوقت؟ هو في طبيعة الحال استهلاك للوقت وأيضا جزء من المراوغة التي يعني يتعودوا عليها، يعني المراوغة وال يعني والخداع واستخدام جميع الوسائل السياسية التي لا تؤدي إلى 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 أو لا تنتج حلول لإيجاد السلام أو حل المشكلة بطريقة العملية السياسية أو في إطار العملية السياسية. الضغط الحاصل الآن على يعني صالح والحوثي هو ما أدى إلى أنه يعني يقدموا يعني بعض التنازلات. نعم، دعني تحول إلى ضيف هنا في الاستوديو أستاذ محمد. نفس السؤال بعد قضية اللعب على استهلاك الوقت، مع أيضا ما نلاحظ غموض الآن في وضع السلاح لأن قبول الحكومة الشرعية بالمفاوضات أو الحديث السياسي، نجد السلاح ما زال هذا الشرط الأساسي كان في شروط المفاوضات لدى الحكومة الشرعية. هنا الآن الحديث عنها ضعيف، يعني كيف نفهم هذا؟ هو كان الحوثيين وصالح مراهنون أولا على التدخل كوعود قطعت لهم سلفا من قبل إيران وطهران أو قبل طهران. هذه الوعود أتت عاصفة الحزم فبددت هذه الأحلام. كان القرار التاريخي للملك سلمان بن عبد العزيز كان قرار جريء وقرار فاصل في مرحلة أو في تاريخ الأمة العربية بقاطبة، التاريخ الذي كان له تبعات، قطع عاد اليمن أولا لعروبتها، قطع التوغل أو الإيراني في اليمن. الوعود أو الذي كان يراهن عليه الحوثيون في من خلال تدخل إيراني أو دعم إيراني لوجستي، أتت عاصفة الحزم فبددت هذه الأحلام وقطعت جميع خطط الإمداد للسلاح سواء الجوي أو البحري أو البري كذلك من بعض الدول الجوار. هذا التحالف العربي بعد أن أحكم السيطرة على الجو على البحر جعل الحوثيين في مأزق. الآن هم في مأزق، يحاولون من خلال الوقت هذا لأن يأخذوا أكثر نصيب من المفاوضات السياسية في المستقبل. هم يدركوا جيدا أن المعركة حسمت أصلا من تدخل في شهر مارس، أن المعركة حسمت عسكريا، ليس لديهم أي أمل في النجاح العسكري. حاولوا أن يغامروا في الجنوب السعودي، حاولوا أن يغامروا في مأرب، أن يغامروا في عدن، في تعز. أصبحوا الآن في مأزق كبير، أصبحوا الآن أمام كماشة تطبق عليهم جميع النواحي، من سواء من الجوف قريبا، وهناك خطة عسكرية صاعدة، وهناك وتحدثت أخي مبارك عن المساحة الجغرافية أو الزمنية بين مأرب أو بين المنطقة الخضراء المحررة في مأرب وبين صنعاء. لم يعد بين مأرب من صرواح إلى محافظة صنعاء كمحافظة أقل من 40 كيلو، أما إلى سنتر العاصمة أو عمارة العاصمة يسمى هي أقل من 80 كيلو. هذه المساحة الجغرافية العسكرية أصبحت مساحة قليلة جدا. إذا مواقعهم في صنعاء أو في محافظة صنعاء أصبحت تحت مرمى نيران التحالف، هي الآن تحت مرمى طيران التحالف، أصبحت قريبا أمام مرمى نيران المقاومة الشعبية والجيش الوطني والتحالف العربي. لذلك ليس لديهم مجال إلا محاولة استهلاك الوقت والمغامرة السياسية في محاولة انتزاع ما يعني من خلال المبعوث الدولي أن ينتزعوه من قبل أي حل سياسي يحفظ لهم الوجه. إذن بقاء صنعاء حتى الآن هو جزء من استراتيجية التحالف العربي. نعم. يعني بحكم أنها مدينة ذات كثافة. نعم، التحالف العربي يحاول أن يجنب صنعاء الدمار، هذا اللي يظهر. نعم، لكن يعني دهاليز العمل العسكري لا نعرفه. نعم، لكن أنا أتحدث عن موضوع أن الحوثيين أن الحوثي ليس لدي أي مقومات أو أخلاق حتى أنت عندما تتحارب مع دولة أو مع طرف آخر لديه أخلاق ولديه قيم ولديه مبادئ. هؤلاء جماعة إرهابية، جماعة قتلة ومجرمون. أكبر خطأ استراتيجي اتخذ في حقهم هو مشاركتهم في الحوار الوطني في 2013 في صنعاء. إذن نحن الآن بدأنا في العهد التنازلي. أنا أختم مع ضيفي في عدن في دقيقة واحدة أستاذ عبد الله. يعني كم تتوقع وتنتهي يعني وضع مأرب بشكل كامل، يعني محيط مأرب أيضا؟ أعتقد أن التوقع في قضايا يعني لها علاقة في المسرح العمليات العسكرية في صعوبة، ولكن أعتقد أنه بيكون بأقل وقت، يعني ما مش محدد بالضبط، يعني
خاصة وأنه يعني كثير من الأطراف التابعة للحركة الحوثية وأيضا الصالح يعني أكيد استوعبت الآن الدرس وأصبحت يعني مقتنعة أنه يعني الحسم قادم لا محالة، وأنه الحل السياسي سيأتي بعد الحسم طبعا. يعني إذن شكرا لك الأستاذ عبد الله ناجي علي، كان معنا مباشرة من عدن، كاتب ومحلل سياسي. شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في متابعة المشهد اليمني هذا المساء. أيضا شكرا لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الصالحي، رئيس تحرير صحيفة مأرب إبريس. أهلا بك وشكرا لك. جزيلا لك في ختام هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في متابعة قادمة. إذن شكرا لكم أنتم أيضا أيها الأخوة المشاهدون الكرام، ونلتقيكم في حلقة أخرى نتابع فيها المشهد اليمني عن زاوية أخرى ومع مستجدات أخرى إن شاء الله على طريق الانتصار. في أمان الله.